الكلام في الناس يا اخوان، الكلام في الناس ده باختصار شديد جدا، ده علم اسمه علم الجرح والتعديل. وانا عشان افهمك العلم ده باختصار بس بديك نص واحد بس، خلي باقي النصوص وديك فائده تستفيدها. النص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم من روايه عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. استدل به الامام النووي رحمه الله الحديث ذا. الامام النووي بدري، عشان ما تقول ديل ده كلام الوهابيه، محمد بن عبد الوهاب ده توفي رحمه الله سنه 1206 هجريه، 1206 هجريه. والامام النووي رحمه الله سنه 676 هجريه، سنه 676 هجريه، يعني قبليه بكم سنه؟ ده دي سنين عدده قبليه، عشان ما تقول كلام هنا. استدل بالحديث ذا على جواز الغيبه لامور، منها التحذير، تحذر من اهل البدع ومن اهل الباطل. علم الجرح والتعديل لا يا جماعه، الان انت لو جبت واحد جقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل السودان ومات فيه فهو من اهل الفردوس، اخرجه البخاري. لو جاب حديث زي ده انت حجتك في ابطاله بتقول شنو؟ تقول نمشي نفتح صحيح البخاري. لما نلقى الحديث ده ما يبقى انت كذبت على البخاري وكذبت على منو؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في حديث زي ده، ده كذب. لما نيجي زول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب حديث، انت عشان تثبت الحديث ده الزول ده صادق ولا كاذب؟ انت اول شيء بتعرفه، لأن محمد بن سيرين رحمه الله قال في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال بعض السلف: لولا الإسناد أي بعد الله لقال من شاء ما شاء، كعبد الله بن المبارك وكغيرهم من السلف. كان ما في جرح وتعديل، ما الناس بتكذب على الشريعة، لكن انت بتعرف الزول المتحدث ده صادق ولا كاذب. الآن ديل ذاته اللي بيقول لك انتوا بتتكلموا في الناس، هون يتكلموا فينا ولا ما تكلموا فينا؟ يتكلموا فينا، قالوا ديل بيتكلموا في الناس، يبقى انت نقدتنا، انت ذاتك رمتني بدائها وانسلت، انت ذاتك تشيل، انت حذرت مننا. الصوفيه بيقول لك ما تسمع للوهابيه، انت ده ما تحذير يا صوفي، صح ولا ما صح؟ بتكذب على محمد بن عبد، بتقول مات في الحمام وزمن وما في حمام ذاته، ما في حمام ذاته، زائف وحفره وجوه ما في كنيف. انت بتتكلم في محمد عبد الوهاب، اجوا يتكلموا لك في البرع تصرخ لا لا البرع مات، محمد عبد الوهاب وين؟ مات ولا حي؟ والله مات. والطيب ده مات وده مات، انت تكلمت فيه بالكذب ونحن تكلمنا بالصدق. نحن قلنا البرع قال كذا في كتاب كذا، انت وين الكلام ده في كتب محمد عبد الوهاب جبته؟ فلذلك يا جماعه الكلام في الناس ده حتى عند الناس عارفين اهميته. الكلام في الناس للونس ساي دي غيبه حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، ما بجوز يتكلم في الناس ساي، لكن للمصلحه الامام النووي دي الفائده، وخذها فائده اللي ديك وخذها فائده، قال للمصلحه بجوز، المصلحه الما يتوصل بها الا عن طريقه بجوز، قال ده تفصيله في رياض الصالحين. يعني الليله الزول مشى السوق عنده عربيته خسرت، انا ما جبت لك نص واحد، خلي باقي النصوص احنا ذكرناها في موضع. زول عربيته خسرت من بيته، خلي السوق بيزال اخوه، بيقول لا مش لياته مكانيك، اخوانه كلهم في البيت كم واحد، واحد بيقول له والله مش لعمك مختار ذاك، الثاني بيقول لا زول مختار ده والله بيقى بشوف ما بشوف زي الناس، ده بيربط عليك غلط وما بعرف شغل الميكانيكا. في معلم هناك اسمه بابكر ده خطير جدا، بس مش له، يبقى ده جرح مختار وعدل منه بابكر في بوبينه بتاعت عربيه ولا ميكانيكا،
جرحه وعدل في المطاعم، يقول لك ده والله فوله بايت وكعب في الأكل ده بيجرحه يعدله. يقول لك الدكان اللي بتلقى ناس كتار يشتري منه الجبنة لأنه بجددوها طوالي ناس كتار، لكن اللي بيجيوا نفر نفر دي بتكون قديمة وبينكتلك من وين ومعتته، ما جرح في الجبنة وعدل في دكان بيجرحه بعدل. يقول لك دكان الناس وبساط ديل ده حاجات بايتة وقديمة ودتها منتهية، الناس كتار ده شغله متجدد طوالي بجيب الجديد يشتري منه، عافر في الزحمة دي تراه أو جاسف لما انتصل غايته. وبعدل لكم في المرأة دار الزوج بيسأل أمه جرحه تعديل جوا في وقت النوم، بيسأل أمه ولا يوم أنت قاعدة الآن في غرفة النوم هاي، أنا والله دار الزوج، أها رأيك شنو بتخالتي دي كيف وديك كيف وبالتلجيران كيف، أمه تقول له ده الجت ما أنا بعد خلين، مش ما أنا بعد كعبات في أخلاقك ما بينفع معك يا ولدي، ده القامو والجامعات والكذي، والله عندي لك واحدة والله دي قدر بس تتزوجها تدعو لي ساي تقول أمي دي الله يرحمه ويحفظها وكذا، أمك دي تجيب لك واحدة في زقاق في الفريق هناك تجيب لك وفعلا تتزوجها تتكيف جدا، ما جرحت لك ديل وعدلت دي في الزواج. يا أخي أنت في الدين ناس الآن بيعرضوا في الدين قاعدين يعرضوا فيه ناس الدين اللي بيعرضوا للناس فيه نوبات والسبح وبدع وقبور تبرك بالأتربة، وده بيعرض في دين واحد تاني بيجاه يا أخو مسلم ياك صوفي، واحد بيجاه أخو مسلم برضو بيعرض في دين منحرف وداك منحرف، ده برضو لأخو مسلم مسيرات ووك وباركوة وشنو حاجات كثيرة، وده بيجاي بلاغاتي برضو بيعرض، وداك تكفيري بيعرض، وده بيجاي زول بيبين في التوحيد. أنا جيت في النص دار أنصح الناس أقول لهم ده دربه صح وده لك غلط، ولا أقول لهم خشوا تراهو بس الدين ده تراهو خشوا يخشوا وين ما تورينا الصح من الغلط، شكدي حتى التوحيد رب العزة والجلال قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، في باطل وفي حق، فماذا بعد الحق إلا شنو إلا الضلال، تبين للناس الحق وتحذرهم من الباطل وتحذرهم من الضلال وتحذرهم من الانحراف، وهكذا حتى في مسائل الدنيا الناس عارفة الجرح والتعديل. في المدارس يقول لك المدرسة دي مفكوكة ساي ودي مدرسة سمحة ودي مدرسة كذا، ده ما جرح وتعديل، والأستاذ ده ما شاطر والأستاذ ده شاطر، ده ما جرح وتعديل في مسائل تخص بهذا الجوانب يعني. ولذلك في الدين من باب أولى، وده علم كبير لا ينكره إلا جاهل ومتناقض، جاهل ومتناقض.